لأنه شهر الخير والرحمة، شهر رمضان المبارك. أقامت بلدة نقيب بريف طرطوس وبالتعاون مع فعاليات اقتصادية مأدبة إفطار لأكثر من 800 أسرة شهيد وجريح من أهالي البلدة والقرى المجاورة بحضور فعاليات رسمية ودينية وأهلية. رسالتنا في شهر رمضان الكريم، رمضان هو شهر الخير، شهر الكرم، شهر التضحية والمحبة، وبما أن الشهداء هم المثل الأعلى في الكرم والتضحية والمحبة، فلا بد من في هذا الشهر أن نتبارك بأسر الشهداء. بسمة فرح عملناها بالشهر الفضيل حتى نقدم هدايا لأطفال شهدائنا الأبرار الكرام يلي تكرموا علينا وقدموا أغلى ما عندنا أرواح للوطن. فنحن عملنا هاي المبادرة لحتى نحسسهم أنه نحن معين قلبا وقالبا. تخلل مأدبة الإفطار تكريم أبناء الشهداء عبر توزيع الهدايا لهم بهدف زرع الفرح في قلوبهم خلال هذا الشهر الفضيل، وتقديرا لما قدمه آباؤهم من تضحيات في سبيل عزة وكرامة الوطن. الله يرحم الشهداء ويحمي جيشنا ويحمي قائد وطننا، وإن شاء الله يا رب هالسنة تكون كلها بخير، وإن شاء الله كل شهر رمضان يعيدوا لجيشنا ولقائدنا. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، والله يحمي جيشنا العربي السوري. أتمنى إني أرجع قتل مع رفقاتي وبعايدين وبعايد سيادة الرئيس، والله يحمي الجيش العربي السوري ويحمي سيادة الرئيس. رمضان كريم على العالم كله، والله يرحم جميع الشهداء ويشفي الجرحى وينصرنا عن قريب. الله يرحم كل هالشهداء وينصر الجيش العربي السوري، والله يرجع المخطوفين ويشفي الجرحى كلها يا رب. فعاليات المجتمع الأهلي ومن خلال هذه المبادرات تؤكد بأن السوريين صفا واحدا مهما اشتدت المحن، واثقين بالنصر الأكيد وعودة الأمن والاستقرار لكافة ربوع الوطن بهمة رجال الشمس، رجال الجيش العربي السوري.